السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هعلمكم النهاردة إزاي هنعمل فورمة فوق السرير بطريقة جميلة. أول حاجة هنرسمها بالطريقة دي، خليكم معانا. هنبدأ ناخد المقاس بتاعنا اللي احنا عايزينه، يكون المربع اللي هنا والعرض بتاعنا من نص السنة، وبعد كده هنجيب الدايرة بتاعتنا اللي بره على المقاس اللي احنا عايزينه بره. اكتب كده كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبتدي ناخد المقاس الستي اللي هو بتاع الدوران، وزي ما حضرتكم شايفين معلمة حسن الحناوي. وبعدين نرجع ناخد العشرين اللي بره على المقاس اللي احنا عايزينه. وبعدين نرجع نصب الدوران بالطريقة دي. زي ما انتم شايفين معانا بنصب الدوران ازاي. نبدأ نفرد الكتان عليه عشان يكون جامد واحنا بنركبه وما انكسرش مننا. نبدأ نحط ربطة بالطريقة دي عشان نعلق فيها المسامير بتاعتنا وتكون جامدة. الله ينور يا معلم فوزي. من فضلك لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتشجيع لنا لنشر المزيد. من فضلك اشترك في القناة معنا. وإذا رأيت أسنان ليس بارزة فلا تظنن أن ليس يبتسم. الله عليك. الله الإعجاب. السلام عليكم. الله عليك. الله الله عليك عم الشيخ. وبنثبت الدوران بالطريقة دي. هما مسمارين في جدة ونلف عليه. زي ما انتم شايفين معانا كده جاهز على التركيب كلها. نبدا تركيب الجنب الاول وبعد كده نطلع على السقف. نشوف بقى العلامة اللي احنا معلمينه معانا زي ما انتم شايفين. زي ما انتم شايفين معانا الزاوية اللي بتسود العدد بتاعنا الطريقة دي. تكفي بس. لا بقى يابا خلصت. زي ما انتم شايفين معانا بنكتمها بالطريقه دي عشان تكون جامده في الجنب كويس. البت مش جايبه تاع. اقفل.
زي ما انتوا شايفين معانا هنعلق المربع العادل بالطريقة دي جنب البند. ايوه وزي ما انتوا شايفين معانا بنعلق الدوران بالطريقة دي. زي ما انتوا شايفين بنظبط المربع بالزاوية زي المربع التاني بالظبط. زي ما انتوا شايفين معايا نبدأ نركب في الدورة. زي ما انتم شايفين معانا علقنا الدوران بالطريقة دي والمسامير. والكتان بالطريقة دي. انزل في الجبس يا محمد، انزل في الجبس، غطس في الجبس. زي ما انتم شايفين معانا ركبنا الدوران كده كله، يعني كده كل الشغل اتعلق معانا. هنبدأ بقى تكفيل الشغل اللي فوق ده عشان هيكون فيه ليد بعد كده. وزي ما حضراتكم شايفين فتح المظبوطات زي ما حضراتكم شايفين بنعدل ماسورة من الليد. وزي ما انتم شايفين معانا بنشرع القايم. وزي ما حضراتكم شايفين معلمة حسن بيشرح القايم عشان يلف على الدوران اللي فوق. يلا سلام عليكم. وزي ما حضراتكم شايفين بنلفه كده عشان ده يركب فوق على الدوران. ماشي وشكرا. خمسة وراجعين. زي ما حضراتكم شايفين ده الدوران. زي ما انتم شايفين معانا ركبنا الدوران كده كله. هنرجع بعد التشطيب بقى هنشطب الدوران. شايفين معانا ازاي بنشطب الدوران بتاع الليد.
وزي ما انتوا شايفين معانا ركبنا العود اللي بره وهنبتدي في العود اللي جوه. انا هعرفكم ازاي تركبوا العود. وزي ما انتم شايفين معانا رفعنا الدوران التاني. ونكتلها من فوق كده زي ما انتم شايفين، بس اهم حاجة تسيب مكان للليد ويكون من ورا مظبوط. زي ما انتم شايفين معانا بشكل السقفية. زي ما شفت معانا ازاي عملناها. تم تشطيب الطريقة دي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.